ولا وصفت تركيبة كده، وجبة اقتصادية متكاملة صحية. يعني ازاي بقى اقدر، او المفهوم نفسه يعني ايه الحاجة اللي متوفرة في الوجبة اقول عليها دي وجبة صحية فعلا؟ هو يعني أهم نقطة نتفق عليها بس إن وجبة الفطار هي من أهم الوجبات اللي مهملة في الفترة الأخيرة، وده بفعل يعني سرعة الحياة، وده يعني برضو أثر على وجبة الفطار خصوصا بالنسبة للأب والأم، وده انتقل للأطفال بالتبعية. صحيح، يعني إن معظم الأطفال دلوقتي ما بقت وجبة الفطار دي عندهم مش يعني موجودة. بقى بالظبط، وده بيأثر كتير على يعني بداية اليوم، لأن وجبة الفطار هي يعني دايما نسميها هي مفتاح كل حاجة في الجسم. زي كده لما بدور العربية لازم أدور الكونتاكت بتاعتها عشان العربية تبدأ تتحرك، الجسم طب كده. هل الطفل ياكل حاجة بسيطة قبل ما ينزل من البيت، ولا وجبة الفطار ساعة البريك بتاعه أو الفسحة بتاعته في المدرسة؟ هو طبعا ينفع نقسمها، يعني ينفع يبدأ بحاجة بسيطة في البيت، وبعد كده ياخد معاه بقية الوجبة بتاعته في البريك، وممكن نعكسها ان احنا نبدا بالوجبه برضو الرئيسيه وياخد الحاجه البسيطه في البريك. طيب ايه يعني البسيط اللي يديله باور كده وقوه يبدا بيها يومه ويبقى مستوعب الدروس اللي هياخدها في بدايه الحصص الاولانيه، على ما يجي وقت الفسحه ويتناول باقي حصته من الفطار؟ الطفل لما بيصحى من النوم بيبقى الجهاز الهضمي عنده يعني في حاله شويه استرخاء، لسه ما حصلش نوع من انواع الحركه اللي تستوعب وجبه كبيره او وجبه فيها مكونات كتير. ومن افضل الوجبات اللي ممكن يبدا بيها الطفل يومه او الشاب حتى يومه منتجات الالبان، خصوصا منتجات الالبان اللي هي راحه في اتجاه البكتيريا النافعه زي اللبن الرايب او الزبادي، ودي بتحسن جدا من كفاءه الجهاز الهضمي على مدار اليوم. تمام. ومن أفضل الوجبات اللي ممكن الطفل يبدأ بيها كوباية حليب الصبح، وممكن يحط في كوباية الحليب أو اللبن ممكن بلح يعني عشان يبقى طعمه أفضل شوية ويديله طاقة، فيبقى احنا فطرنا الصبح ممكن بكوباية لبن بالبلح، ودي طعمها محبب جدا للطفل، ومش هيبقى ان انا هعطله ولا حاجه. بالظبط، هي لسه سريعه، هدي ممكن حاجه احضرها سريعه كده من وانزل. بالليل، ممكن احضر حتى طول ممكن الاسبوع. بدل البلح يتحط مثلا معلقه عسل نحل؟ ممكن العسل، ممكن البلح، ممكن الفراولة، ممكن أي حاجة تدي طعم طب للبن. هل ممكن لو في طفل مثلا عنده حساسية من حساسية لاكتوز، اللاكتوز والكلام ده، منتجات الألبان بالألبان طبعا صعب أنه يتناول، أكيد أدي له إيه؟ كوباية ممكن عصير أكتفي هنا برتقال بقى إيه بمعلقة أديله؟ عسل أبيض مع ثمرة فاكهة مثلا، أو عصير برتقال زي ما حضرتك قلتي، أو تفاحية. ممكن أكتفي برضو ببلحتين أو ثلاثة ده برضو، أو عجوة بيبقى طعمها لطيف بالنسبة تمام. للطفل. ممكن يعني لو في إمكانية لشوية مكسرات، طبعا هي مكلفة جدا بس يعني لو في إمكانية لده الصبح قدر برضو المستطاع أن يكون بيبقى في مفيد البداية. جدا. بالظبط كده. وفي دلوقتي منتجات ألبان خالية من اللاكتوز، صحيح، يعني بقت متوفرة بس وما هي برضو بقتش نادرة يعني زي بس هي أفضل. ما هو أنا النهاردة مثلا لو أنا قصرت وما اديتش لابني منتجات الالبان اللي محتاجها، هضطر اجيب له سبلمنت او هجيب له علاج فيه كالسيوم وفيه فيتامين د. طب ده يا فندم احنا بنتكلم هنا قلنا خليها على جزئيتين، ده اللي هو قبل ما ينزل. طب الجانب الرئيسي بقى بالنسبه له في البريك بتاعه، الوجبه الرئيسيه حضرتك تنصح ان يكون فيها ايه؟ الوجبه الرئيسيه يعني لازم يبقى فيه ثلاث مكونات، او افضل شيء يبقى فيه ثلاث مكونات. حبوب كامله، حبوب الكامله، يا اما ممكن في البيت هي موجوده، يا اما حتى لو هاخد دي نقول توست افضل مش عارف الجهاز الهضمي. بنتكلم عن افضل رغبه الطفل، الطفل بيصير بفكره الشكل وصحابي وفكره، فبيبقوا ميالين اكتر للعيش الفينو. العيش الفينو مش مشبع، مشاكله كتير في الجهاز الهضمي، انتفاخات وغازات وغيره. لكن لو انا هقدر اجيب عيش حبوب كامله اعمله في البيت ممكن جدا، ممكن اعمل عيش شوفان في البيت ممكن اجيبه، ممكن اعمل عيش حبه القمح الكامله احاول احببه فيه يعني. ما هو انا بالصبر والتعود مع الوقت هيستقبل الاكل ده. حبوب كامله ايه تاني معايا في الوجبه؟ معاه بقى نوع من انواع البروتين، يا اما بروتين زي البقوليات، الفول طبعا اشهرهم، برضه في الفترة الأخيرة بدأ يتنسي خالص وصعب الولاد ياخدوا فول معاهم في المدرسة. يجي البيض بعده، البيض إذا كان مسلوق أو أومليت ده برضه صعب شوية.
يجي برضو منتجات الألبان زي الجبن بقى، ويفضل ما تبقاش جبن مصنعة. يعني كل ما كانت جبن طبيعية وبعد برضو عن الجبن اللي هي فيها يعني دهون كتير، اللي هي فيها دهون مشبعة زي زيوت النخيل أو غيره، يفضل ألجأ. بس ده مش هيكون صعب يا فندم بالنسبة إن هي تكون طبيعية يعني مش مصنعة؟ ما هو أنا هتبقى معاه طول اليوم وما يعني هو حاجة. هو إحنا هو الجبن الطبيعية المقصود، ما هي الجبن الجبن القريش، وفي جبن معلبة بس طبيعية تمام، ما فيهاش زيوت نخيل، ما فيهاش يعني نبعد عن الجبن اللي مكتوب عليها نبات الدهن. ممتاز. نبات الدهن دي بتبقى من زيوت نخيل، دي بتبقى مليانه دهون مشبعه. طيب كده بروتين، حضرتك عديت انواع البروتين اللي ممكن احطها، العيش الحبه الكامله او بالظبط كده كل ما كان يا اما البلدي، وفي النهايه بقى يبقى معاه يا اما ثمره فاكهه يا اما عصير فاكهه، وبرضه يفضل نبقى عاملينه في البيت وما نحطش عليه يعني سكر كتير، لان برضو السكر ليه مشاكل كتير، بيخلي الطفل عنده حاله شويه من عدم التركيز والتشتت. معقول ده احنا لما بنبقى مش مركزين نقول ناكل حاجه مسكره علشان تدينا تركيز؟ هو ده يعني مفهوم خاطئ. لان لما بناخد سكر، هو فعلا السكر غذاء المخ، بيحصل تشوك للمخ، بيحصل صدمه للمخ، وساعتها بنحس بحاله من الفوقان، بس بعديها بشويه بنبدا ندبرس يعني حاجه وقتيه، ونبدا نهمد ونبدا نفقد تركيزنا بالظبط. فهي حاجه وقتيه زي فكره السيجاره، ما هو المدخن برضو لما بيدخن بيحس ان هو في وقتها اتبسط، بس بعد كده بيبدا بعد كده خلاص التاثير راح. بالظبط. طب الكميات يا فندم، هل ده بقى على حسب يعني ابني انا عارف ايه اللي بيشبعه، ولا في كميه صحيه هو لازم؟ انا المفروض ما اوصلش للشبع مع الابن، مع ابني يعني المفروض اسيب له حته كده يعني قبل ما يشبع يكون مخلص وجبته بقدر الامكان. وبرضه لو انا وصلته لحاله من الاشباع بيتبعها حاله من الخمول، هيريح، هيبدا فهنا لو عنده ما خلاص تحصيله الدراسي بقى سيء جدا، فبالتالي احاول بقدر الامكان ان انا اقلل برضه يعني ما بوصلوش لحاله الشبع.